في هذه المنطقة نعيشوا حياة قاسية وصعيبة، صعيبة بزاف، الطريق مقطوع، الماء مكانش، نمشوا حتى نعيو باه نلقاو الماء، الطياب نطيبو النار، لا غاز لا حتى حاجة مكانش، كيما نقولو كدير النار كيما راك تخاف، قال كيما نقولو تهد النار شاعلة ولا حاجة تحرق لك البيت كيما نقولو كما. كي يمرض الواحد هنا حتى يموت، ما كانش واحد يديه والله يجيبه، الطريق مقطوع ما تقدرش مال. ولدت انا مو شقرا، ما عندك لا كما نقولوا احنا تو زوايل، كما نقولوا مع زوايلنا نروحوا معاها ونجوا معاها، ما الذري ما يقرا ما ما عنده حاجه تديه يقرا ويرجع لنا. احنا حياتنا والمدخول تاعنا من القلم برك، الزوايل هذه لازم احنا نجيبوا لها الدول ارواحنا، الالف لارواحنا، كل حاجه اللي تخص الزوايل هذه لها لارواحنا، ما كانش الالف يجينا ان في الخاطره، الالف من عندنا، الدواء من عندنا، كلش من عندنا، الدواء راه كي تمرض كيما حتى لازم كلش علينا احنا، با حاجه جايبتها لنا هاك والله هاك ما كانش.